سيد المدير شنو هي؟ سيدي سيدي هنا قدرتنا غادي نحاولوا ناخذ تصريح من عند السيد المدير ديال الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين جهه الدار البيضاء خاص باش بخصوص هذا المسبح. سيد المدير سيد المدير سيد المدير سيد المدير سيد المدير سيد المدير شنو ممكن تقولنا على التصريح؟ حيدا ولدي حيدا ولدي حيدا ولدي حيدا بسم الله حيدا ولدي سيد المدير سيد المدير سيد المدير احنا على المباشر ان شاء الله مرحبا بك تكلفة والمساحة مشروع كنا سعداء جدا لاعطاء الانطلاقه وتشرفنا بزياره السيد الوالي والسيده العامل ومجموعه من يعني من الكفاءات على صعيد مقاطعه الحي الحسني. اليوم كنعطيو الانطلاقه للمسبح المغطى الزوبر اللي يعني تنجز في اطار تنميه الدار البيضاء الكبرى. يعني هذا سي ان بروجي بي دي جي سي اللي غادي يجي باش يقدم واحد الخدمات للابناء هذا الحي وابناء الحي الحسني في مجال السباحه. هذه قاعه مغطاه اللي كتوفر كل الشروط يعني للتدريب والتعلم لفائده التلميذات وفائده الشباب وفائده يعني النساء ورجال الحي الحسني. اليوم هذا المشروع تقام بما يفوق 13 مليون درهم. كيف لاحظتوا يعني كيقدم واحد البنيه تحتيه مهمه مشرفه جدا يعني لاستقبال شباب هذه المنطقه. ومناسبه باش نشكروا يعني كل المتدخلين في هذا المشروع من وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه من جهه الدار البيضاء سطات اللي مساهمين يعني تاهما مهمين في هذا المشروع. وايضا السيد الوالي وكذا كذا اميناجمون اللي اشتغلت يعني على تنزيل هذا المشروع بالاضافه بطبيعه الحال للسيده العامل اللي واكبتنا في تنزيل هذا المشروع على صعيد الحي الحسني. دون يعني باش ما نساوش نقدم الشكر ديالنا للمديريه الاقليميه للحي الحسني لوزاره التعليم اللي قاموا الاستاذه خديجه قبابي والفريق اللي كيشتغل معاه اللي قاموا بواحد الدور مهم جدا يعني في تنزيل هذا المشروع. ولابد من نشكروا لا سوناغجيس اللي غادي تدبر هذه البنيه التحتيه مشكوره اللي يعني وضعت الثقه ديالها في الاكاديميه وفي هذا المشروع اللي غادي تدبروا ان شاء الله من اجل تقديم خدمه متميزه كتميز ان شاء الله بالجوده لفائده شباب هذه المنطقه. شكرا. لا سوناغجيس حنا قلنا لا سوناغجيس ان شاء الله. يعني ما عندكم حتى شي فكره على شوفوا عندنا فكره صافي فتحنا ننطلق. اذا مشاهدو القناه شوفوا في هذه الاثناء السيد مدير الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين جهه الدار البيضاء سطات كيقول ان التكلفه او الولوج لهذا المسبح شركه سوناغجيس هي اللي غادي تعطينا المعلومات بخصوص واش غادي يكون بالخلاص او لا. نتمنى التوفيق للساكنه ديال الحي الحسني. يعني هذا المسبح راه تم الافتتاح ديالو من طرف السيد والي جهه الدار البيضاء سطات هو اللي كان حاضر مرفوق بالسيده العامل ديال الحي الحسني. بخصوص السي الحاج السلام عليكم. وعليكم السلام. المسبح شنو كيبان لك في هذا المسبح؟ المسبح صراحه اولا بسم الله الرحمن الرحيم كفاعل جمعوي ورجل سياسي كنفتقروا لبعض بحال المراكز اللي ما عندناش في المنطقه ديالنا. صراحه المسبح جا في الوقت ديالو وعندنا المساحه ديال الحي الحسني كتعرف انها صفحت واحد المسافه كبيره وما كاينش فيها بحال هذا المرفق هذا. فهذه بادره طيبه وكنتمناو انها يداروا مسابح اخرين باش يغطيو المساحه الاجماليه ديال المنطقه. وما ننساوش اننا بغينا نشيروا واحد النقطه مهمه جدا هو الثمن
الثمن ديال ديال الدخول ديال هذا المسبح. اه نسولك واش هذا المسبح واش غيدخلوا ليه وليدات الحي الحسني بالمجان اولا غادي يخلصوا شي حاجه؟ هذه هي النقطه اللي بغيت نتكلم عليها. هو اننا صدرات بعض المعلومات ان المسبح غادي يكون بـ 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 بالاداء ما غيكونش بالمجان، لان كتعرف الا حلينا هذه البوابه ديال المجان غادي نكونوا نهضروا كلير، غنبداو نجيبوا بنادم غيجيب الخرقه والصابونه والسطال وغيبدا يعوم هنا. فاحنا غادي نديروا واحد الثمن رمزي يعني اللي غادي يكون في متناول دوك الناس اللي غادي يجيو يعوموا. اما الا درنا فابور كنعرفوا المسابح وشحال الدخله للمسبح، واش كيبان لك هاد الناس هادو ساكنين الحي الحسني قادرين على انهم يخلصوا داك المبلغ؟ الا كان واحد الثمن مناسب وثمن رمزي لما لا؟ كنعرفوا دابا ديال البوسيجور كاين واحد الثمن اللي باهظ 3000 درهم سنويا، ما يمكنش غيخلص بنادم من 3000 درهم. ولكن الا كانت واحد 1000 درهم هنا في لازون الثمن راه مناسب، السنه راه مناسب بالنسبه لي انا كعبد ربي ضعيف وفقير وهذا راه مناسب، نقدر نجيب البنيه ديالي ونسجلها ونخارط انا في هذا المسبح اللي بنيتها. ولكن باش يكون الثمن اكثر من هذا راه بزاف، راه فوق من 1000 درهم راه بزاف، راه كنقولوا 1000 درهم ولتحت. ولكن خاصك يعرفوا بانه واش هذا المسبح غيكون عنده سويفي، واش غيكون فيه النقا، واش غيكون ماشي غير يكون. انا كنعرفوا المسبح راه خصو واحد التتبع، خصو الناس ديال اللي مسؤولين عليه، خصو الماء ديالو يتعبر، كل شيء يتعبر. واش هذا المسبح، هاد الناس، هاد المقاطعه واش كابابل باش دير سويفي لهاد المسبح؟ المسبح ها هو، ولكن خاص لوطروتيان لهاد المسبح باش ما يكونش بركه خضراء ديال الماء. قلتها ضايا تعوى، ماشي ضايا تعوى، ضايا ديال ما خليني ما نقولش للطاغم كيف هو. نتمناو الاحسن للساكنه الحي الحسني. لا سي حمزه للتوضيح، هذا المسبح راه ما شاداش مقاطعه حي الحسين، هذا المسبح شادين الناس اللي شادين البيسين ديال بوسيجور، شركه سونازيز. نتمناو حتى هو ما يكونش فيها هو 200 درهم الساعه بحال الملاعب القرب. لا كنقولوا هذه واحد بحد ذاتها ان الناس اللي غتكون هنا ما يكونش بحال المسابح الملاعب 200 درهم ويدخلوا عباد الله ويولي انوار وتكون باك صاحبي ويكون صاحبي ونوار. شوف يا بالعاميه ما يكونش بريكول. ما نساوش كنشكروا الاستاذه حنا ما تنشكروا حتى واحد. لا نشكروا الاستاذه ديالنا اللي كانت كل واحد تيأدي بالعربيه تاعك، كل واحد تيأدي الواجب المهني ديالو، الواجب المهني ديالو وخاصو يديروا على احسن ما يرام. ما تنشكروا حتى شي واحد مادام انت اللي خدمت الصفه ديالك اختي. عائله جمعويه لبقات مجلس الظل تبارك الله عليك. مادام طوعتي باش تخدم وتكون منتخب وتكون باش تخدم راه غتخدم بدون مقاسك تخدم، ما نشكروكش. نشكروك الا درتي الا درتي شي فلوس. لا الا دار شي فافور ودانا المسبح ديالو ولا دانا الملعب ديالو، ولكن هذا من المال العام، هذا ديال كل شيء ديال هذا وهذا وهذا، واللي تكلف به خاصو يدير لوطروتيان ويكون سويفي لهذا الملعب باش ما يكونش مرض لهذا المواطن البسيط اللي في هذه المنطقه. لا خلاصة القول، خلاصة القول اننا منذ قدوم السيد الوالي كنشوفوا غير التدشينات وكنشوفوا غير الجماليه. تحيه للسيد الوالي ابو جور ديالو. تحيه فالى هنا سنصل على نهايه هذا البث المباشر. شكرا لك استاذه تبارك الله عليك، تلاقوا في بث اخر ان شاء الله. تبقى